اهلا بكم من جديد. حققت زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمه البريطانيه لندن خلال مشاركته في قمه افريقيا بريطانيا للاستثمار العديد من النتائج الايجابيه، ابرزها تاكيد قوه العلاقات التاريخيه مع بريطانيا وزياده حجم الاستثمارات البريطانيه في مصر البالغه 4 مليارات و500 مليون دولار. لمزيد من المتابعه لنتائج هذه الزياره يشرفنا الليله في الاستوديو على الهواء مباشره الدكتور ابراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي والاستثماري. اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك. بدايه كان في زخم كبير جدا في زيارة الرئيس والوفد المرافق له إلى لندن، ويمكن تابعنا في الأخبار عدد من الاتفاقيات الموقعة. خلينا نعرف مع انتهاء هذه الزيارة ما تقييمك لها. خليني أقول لك أن أهمية الزيارة تكمن أن الرئيس السيسي كان موجود بصفتيه، أنه رئيس الاتحاد الأفريقي من ناحية ورئيس جمهورية مصر العربية. فبالنسبة للهات الأولانية أنه كان بيحاول يلقي الضوء على احتياجات القارة الأفريقية من استثمارات ومن اهتمام أكبر لتحقيق التنمية المستدامة فيها وحل مشاكلها وتوجيه الاستثمارات إلى ما يتعلق بالبنية الأساسية والتعليم والصحة. ده من ناحية. الناحية الثانية بالنسبة لمصر كان في برضو زخم كبير من اللقاءات ما بين الرئيس وبين أعضاء الحكومة هناك وتمثيل وزاري على مستوى كبير كذلك في هذه اللقاءات، نتج عنه بصراحة مجموعة من الاتفاقيات خاصة بوقعت ما بين التعاون الدولي ونظيرها في الحكومة البريطانية، وكذلك اتفاقيات أخرى متعلقة بالتعليم. زي ما حضرتك عارفة أن احنا بريطانيا بتمول حوالي 50 منحة سنويا للتشيرنينج، عندنا أكثر من حوالي 1300 خريج في هذا المجال في قطاع التعليم. الحاجة الثانية برضو بنتكلم على أنه دعم مصر في مساعيها من أجل الشراكة، حاجة اسمها شراكة من أجل التنمية المستدامة، ودعم مساعيها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في ضوء الأهداف التنموية تحت مظلة الأمم المتحدة. ده من نواحي موضوع التنمية المستدامة. أحب أقف عنده مع حضرتك لأنه أصبح متكرر، يعني ثيم موجود في كل الفعاليات الدولية، حتى في منتدى دافوس اللي بينعقد حاليا في سويسرا هناك جلسات محددة تتحدث عن التنمية المستدامة. خلينا نفهم أكتر هيكون إيه دور بريطانيا في دعم مصر في هذا المجال. خلي بالك حضرتك انه اصلا الامم المتحده عندها 18 هدف من الاهداف المستدامه، اهمها مكافحه الفقر والتكنولوجيا والصحه والتعليم وحاجات كتير جدا. فكل الدول اصلا عندها دلوقتي صاغت استراتيجيه خاصه بيها وفقا لهذه الاهداف، بتتوافق مع الاهداف دي عشان تبقى كل الدول على نفس المستوى من التحرك، لان الاهتمام بالمواطن على مستوى العالم بقى اصبح ركيزه اساسيه، وانه احد اهداف التنميه المستدامه عشان تبدا تحقق تنميه حقيقيه على مستوى اي بلد. صحيح. فبالتالي افريقيا عندها مشاكل كتير على مستوى المواطن الافريقي من حيث الصحه والتعليم والمراه والحاجات كتير والفقر، فعشان كده الجانب القاره الافريقيه واخده اهتمام كبير جدا ومحتاجه تتوجه لها كثير من المنح والمساعدات والمؤسسات الدوليه تهتم بيها اكثر عشان ترفع من حجم المعاناه على المواطن الافريقي. فده عشان كده موضوع التنميه المستدامه احد الموضوعات المهمه على اجنده اي مؤتمر عالمي في الوقت الحالي. وزي ما حضرتك عندنا احنا كان عندنا بينس اللي كان ماسك المنصب نائب البنك الدولي دكتور محمود محي الدين الموضوع ده. فدي حاجات مهمه يعني. ايه الدور اللي هتلعبه بريطانيا في دعمنا في هذا الملف؟ هل من خلال الشراكات في التعليم والصحه ولا في تعاون من نوع اخر؟ خلينا نقول ان بريطانيا في الوقت الحالي عندها نوع من قضيه البريكزيت، محتاجه يبقى عندها تواجد اكبر على مستوى الساحه الدوليه، ومحتاجه يبقى عندها تواجد اكثر حتى في اسواق لسه زي اسواق افريقيا. بالتالي دعمها لمصر في التوجه نحو القاره الافريقيه وتحقيق اهداف التنميه المستدامه دي مهمه، لانها عندها من القدره انها تقنع العالم الدولي والمؤسسات الدوليه انها تدعم توجهات مصر ومساعيها في رفع المعاناه على القاره الافريقيه وتوجيه استثمارات ليها في مختلف المجالات زي ما قلنا الصحه والتعليم والبنيه الاساسيه. ممتاز. حضرتك اشرت الموضوع مهم جدا طبعا البريكزيت، وبريطانيا بتعيد صياغه علاقاتها واتفاقاتها التجاريه مع كل دول العالم، لكن عند النظر لإفريقيا، إفريقيا يتم الترويج لها كتكتل اقتصادي واحد الآن، يعني كيف ستتعاطى بريطانيا مع هذا الأمر؟ هل ستبقي على
الاتفاقات الثنائية أم تتعامل مع الكتلة الإفريقية؟ بصي حضرتك، مثلا احنا كمصر حاليا بنتفاوض مع الجانب البريطاني، يبقى عندنا اتفاقية بديلة لاتفاقية الشراكة، وفي مفاوضات جارية في الوقت الحالي وقطعوا فيها شوط كبير جدا، ومتوقع انه بنهاية الشهر الحالي يوصلوا لاتفاق في القصة دي. فبالنسبة لمصر، تاني حاجة مصر بتبص لبريطانيا لو عايزة تدخل السوق الافريقي من ناحية تانية، ان ليه ما يبقاش عن طريق مصر من خلال هذه الاتفاقية، كأنها مثلا بوابة لافريقيا. خدت بال حضرتك؟ فعشان كده هنحاول نستغل هذا التواجد وهذا الزخم الموجود في الـ في الـ في الـ في الـ في المؤتمر الاستثمار بتاع افريقيا في لندن عشان نوصل لهذه الاهداف. من الامور المهمه جدا توقيع صندوق استثمار اكتس مذكره تفاهم مع الحكومه المصريه لضخ استثمارات تبلغ تقريبا 3 مليارات استرليني على مدى 3 سنوات في مجالات مهمه منها البنيه التحتيه والطاقه. خلينا نعرف تفاصيل اكثر عن انعكاس هذه الشراكه بالذات، ان هي مع يعني صندوق استثمار مهم. وطبعا انت عارف حضرتك انه لندن من المراكز الماليه يعني من اهم المراكز الماليه عالميا، وفيها معظم صناديق الاستثمار العالميه. ولما عندي صندوق استثمار زي اكتس، صندوق انجليزي فيه مساهمات انجليزيه، ده بالنسبه لي مشجع مش بس للصناديق الاستثمار حوالين العالم، لا حتى صناديق الاستثمار الموجوده جوه السوق الانجليزي انه ياخدوا نفس الخطوه بالنسبه لمصر. ف 3 مليار جنيه استرليني ده رقم ماركت ليدر. بالظبط، 3 مليار جنيه استرليني على 3 سنين ده رقم مش قليل على فكره. صحيح. فده موجه استثمار في البنيه الاساسيه والطاقه الجديده المتجدده والصحه والتعليم. فدي وقطاعات حيويه بتهم المواطن في الاخر من الناحيه الثانيه. فاحنا لما نبدا نوجه استثمارات الصناديق الاستثمار زي اكتس للمجالات اللي بتهم المواطن، ده بالنسبه لي برضو من الحاجات المهمه عشان يقدر المواطن يحس بثمار نتائج الاصلاح اللي تمت خلال الفتره اللي فاتت. لاحظنا ايضا انه في توجه لدعم اهداف مهمه للحكومه المصريه، منها مثلا تحقيق الشمول المالي، وبالفعل هيكون في منح من المملكه المتحده بقيمه 3 مليون استرليني لدعم الشمول المالي. خلينا نفهم من حضرتك، هذا في اطار المبادرات الاخيره من قبل المركزي لدعم الاقتصاد. خليني بصراحه استغل النقطه دي واشيد بالجهود اللي عملها البنك المركزي في الفتره الاخيره، سواء قبل التجديد لمحافظ البنك المركزي الحالي الاستاذ طارق عامر، او بعدها ان النشاط زاد بزياده كتيره جدا الفتره اللي فاتت من خلال المبادرات الاخيره اللي هو 4 مبادرات الخاصه تمويل الصناعه ال 100 مليار والمصانع المتعثره اللي هم 31 مليار ودعم القطاع العقاري ب 50 مليار والسياحه ب 50 مليار. فانا شايف المبادرات دي مهمه جدا، لانها الفتره اللي فاتت احنا كنا بنركز على اصلاح المؤشرات الكليه اللي نتج عنها مؤشرات ايجابيه الفتره اللي فاتت على مستوى الاقتصاد الكلي، فبقينا نبص اكتر للقطاعات اللي محتاجين اللي تضمن استدامه هذه المؤشرات الايجابيه وتضمن استدامه معدلات النمو الكبيره اللي حققناها الفتره اللي فاتت. ده هيجي منين؟ من خلال مساعده القطاع الخاص انه ينمو اكتر، نحل مشاكله، خدت بال حضرتك، من ناحيه ثانيه عشان نزود انتاجنا في السوق المحلي ونساعدهم حتى كمان على ايه؟ حل مشاكل الانتاج بتاعتهم والتوسع وكافه المشاكل المتعلقه بنمو القطاع الخاص. فانا شايف البنك المركزي كان في الفتره اللي فاتت عنده نشاط كبير جدا، والفتره الاخيره بيشهد تنسيق عالي جدا ما بين البنك المركزي من ناحيه وبعض الوزارات الاقتصاديه من الناحيه الثانيه زي الماليه، ونتكلم عن سياسه التنسيق بالسياسه الماليه والنقديه من ناحيه، وكذلك مع الصناعه من ناحيه اخرى، مع التخطيط من ناحيه ثالثه. فانا شايف التنسيق اللي بيتم في الوقت الحالي شايف انه في مستويات اعلى مما سبق، وعشان كده بقول لحضرتك اسماعيل اشيد بتحركات البنك المركزي الفتره اللي فاتت وتخفيض معدلات الفايده برضه الفتره اللي فاتت برضه هيكون ليه اثر ايجابي على نمو القطاع الخاص في خلال 2020 ان شاء الله. لكن من بدايه السنه ما حصلش تخفيض لسه. هل حضرتك بتتوقع انه يكون يعني في الربع الاول هنشهد تخفيض اخر للفائده؟ هيحصل في تخفيض حوالي من نص ل 1%، ده توقعي، لان المستهدف كله حوالي من 3-4% خلال السنه دي. فاحنا محتاجين ننزل لمعدلات الفائده لحوالي 9-10%، فبالتالي هتبقى اكثر جاذبيه للقطاع الخاص عشان يقدر عشان تقل تكلفه التمويل من ناحيه ثانيه. ولو خدنا بالنا برضو حتى من الاثار الايجابيه لتخفيض اسعار الفائده الفتره اللي فاتت وانخفاض اسعار الصرف، كان ليه اثر كبير جدا على ان تكلفه الدين هتقل حوالي سنويا بحوالي 200 مليار جنيه 280 حتى 280 مليار جنيه سنويا. وده طبعا انت حضرتك بتستهدفي في عجز موازنه اقل، فطبعا ده ينعكس في الاخر على الفائض اللي هيتحقق في الموازنه المصريه لمستهدف 2% كفائض اولي، اللي هيتوجهي من خلال هذه الاموال الفائضه لمجالات اخرى تنفقي عليها. ممتاز.
سنتحدث عن نقاط أخرى تتعلق طبعا بالاقتصاد المصري، لكن يجب أن نخرج لفصل قصير. مشاهدينا الكرام، لحظات قليلة ونعود لمواصلة حوارنا بالدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي والاستثماري. كونوا معنا. أهلا بكم، وأرحب مرة أخرى بالدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي والاستثماري. أهلا وسهلا يا دكتور. كنا توقفنا عند نقطة انخفاض تكلفة اقتراض المالية عن طريق أذون الخزانة، يعني في فترة سابقة كانت تقريبا 18% ودلوقتي نزلت ل 11% في الثلاث شهور الأخيرة. نزلت 7%، وطبعا ده السبب نتيجة الإجراءات اللي اتبعها البنك المركزي الفترة اللي فاتت من سياسه نقديه، ادوات السياسه النقديه. عندي النهارده السبب في حدوث، يعني او في توقع انخفاض تكلفه الاقراض ل 280 مليار جنيه سنويا، هيكون بسبب انخفاض سعر الصرف لصالح الجنيه المصري. النهارده سعر الجنيه المصري قوته، يعني قيمته بتزيد نتيجه انخفاض قيمه الدولار في سعر الصرف. فده انخفاض كان حوالي 20 من حوالي من 11.7%، فده رقم كبير، حوالي 2 جنيه وشويه. يعني متوسط الثلاث شهور كان تقريبا 11%، ففعلا تراجع ملحوظ. ما هو ده نتيجه حاجتين زي ما قلت لحضرتك، انخفاض معدلات الفائده الفتره اللي فاتت، والحاجه الثانيه انخفاض سعر الصرف بالنسبه للجنيه قصاد الدولار. يعني اوكي، هل يعني اذا ترجمناه لارقام، حضرتك بتقول هيكون وفر تقريبا 280 مليار جنيه. لان النهارده ده، وطبعا انت النهارده بتستهدفي انك تقلل عجز الموازنه، فالنهارده لما قل ب 280 مليار جنيه سنويا ده هينعكس على انخفاض عجز الموازنه من ناحيه اخرى، خصوصا النهارده عندي حجم النين تجاوز 4 تريليون جنيه. فالنهارده انا احد المستهدفات بتاعتي ان انزل بحجم الدين لاقل من 80% من الناتج المحلي الاجمالي. فده من الحاجات المهمه اللي هتساعدني الفتره الجايه ان خليني احقق المستهدفات بتاعتي، ان انزل بمعدلات الدين بالنسبه للناتج المحلي الاجمالي لاقل من 80% من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه ان اوصل فائض اولي نسبته 2% من الناتج المحلي الاجمالي. رائع. نحب نتكلم مع حضرتك على الزيارات طبعا الخاصه بالرئيس، الزيارات الخارجيه اللي بيروج دائما فيها للاستثمار في مصر ويحاول تسويق مصر بشكل مختلف. هذا بيتزامن مع اشادات دولية متكررة وعديدة بأداء الاقتصاد المصري وأيضا ببرنامج الإصلاح. إزاي ممكن ده ينعكس على حجم الاستثمارات المباشرة لمصر؟ بصي، زمان من حوالي 4 سنين لما كان الوضع الاقتصادي متأزم، ما كانش ينفع تطلعي تقولي للعالم أن تعالوا استثمروا في مصر. ليه؟ لأنه بص الأول للمؤشرات الاقتصادية بتاعتك الكلية، يشوف وضعك من حيث عجز الموازنه، السياسه الماليه بتاعتك عامله ازاي، السياسه الماليه بتاعتك عامله ازاي، اللي هي فيها سعر الصرف. كان عندك ساعتها في سعرين للصرف في الوقت ده، النهارده ما بقاش عندك سعرين للصرف. فالاجراءات الاخيره اللي تمت على مستوى السياسه الماليه والسياسه النقديه ادت الى مؤشرات ايجابيه متعلقه بالاقتصاد الكلي. فدي ادت برضو من ناحيه ثانيه، خلت المؤسسات الدوليه تشيد بالاقتصاد المصري وتطوره وتحقيق معدلات. كان في اشاده حديثه النهارده من موديز. النهارده موديز بيتكلم على مثلا نظام مصرفي، هو بيدي له تصنيف النهارده مستقر لمده من 12 ل 18 شهر، ودي انا شايفها من الحاجات الايجابيه، لان الاقتصاد النظام البنكي عندك ونظام مصرفي في مصر نظام قوي جدا، اتبع سياساتنا الفترة اللي فاتت أدت إلى الاستقرار النظام الاقتصادي في مصر بعد ما كان بيعاني من أزمة اقتصادية قبل 4 سنوات. فده انعكس على المؤشرات الكلية من ناحية، معدلات التضخم انخفضت ل 7.7%، دي كلها مؤشرات إيجابية نتيجة الإجراءات اللي اتخذها البنك المركزي في الفترة اللي فاتت بالتنسيق مع بقية الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي، سواء المالية أو وزارة التخطيط من ناحية أخرى. خلينا أتكلم برضو في الحتة دي، إن النهاردة لما أطلع أكلم على مؤسسات زي البنك الدولي والنقد الدولي وصندوق النقد الدولي وبلومبرج وتحط الاقتصاد المصري ضمن التوب 10 في الاقتصادات، هيخلي إن برضو الناس المستثمرين وصناديق الاستثمار اللي بنتكلم عليها زي أكتس النهاردة اللي أكثر تشجعا على إنه يضخ فلوس أكتر في الاقتصاد المصري نتيجة التحسن في هذا الأداء. فقبلها ما كنتش تطلعي تقفي في المحافل الدولية في المؤتمرات الدولية تقولي لا تعالوا استثمروا عندي. كان لازم تصلحي اقتصادك الأول وتاخدي شهادات زي بقول لك كده صلاحيه، وتقولي الله يعني انا بقيت مستعده لتلقي الاستثمارات من الخارج. يتطلب عليك جهد في الوقت الحالي انك تبقي برو اكتف في حته الترويج للاستثمار من ناحيتين، في استهداف مباشر وغير مباشر. استهداف طيب ترويج سوري قطعت حضرتك. الاستهداف المباشر ان انا هرضف في قطاعات محدده زي ما حصل في قطاع في الطاقه في يوم من الايام لما كنا محتاجين، عندنا مشكله موضوع الطاقه استهدفنا شركات بعينها.
الحاجة التانية برضو في موضوع الطاقة الجديدة المتجددة، برضو استهدفنا بعض المؤسسات الاستثمارية زي الاي اف سي وغيره عشان نبني محطة بنبان في أسوان. صحيح. كتب الحريق، فالاحتياجات الملحة بتاعتك دي محتاجة استهداف مباشر. فلازم أحدد أولوياتي، أنا محتاج إيه في الفترة الجاية، ده استهداف مباشر. يبقى عندي استهداف غير مباشر، إن أنا إيه ماشي بالطريقة بتاعتي، عندي قطاعاتي المحددة، كتب الحريق بمشي بالطريقة الطبيعية بتاعتي، بطلع أعمل أوت باوند ميشنز اللي هي بعثات خارجية، بستهدف قطاعات محددة في مناطق محددة فيها تكتلات لشركات في هذا القطاع. خدت بال حضرتك ويحصل عليها متابعه لما ترجعي، ويفضل في متابعه مستمره عشان ممكن برضو تدعوهم مره اخرى يجوا مصر عشان يبقى فيه اكثر من تفاعل سواء بره او جوه. الترويج للاستثمار في مصر كيف سيختلف مع غياب وزاره الاستثمار ووجود لجنه يعني بدلا منها تتبع رئيس الوزراء مباشره؟ خلينا نقول الهدف كان من اللجنه دي الاساسي حل التشابكات ما بين الوزارات المعنيه في مشاكل الاستثمار. كان في مشاكل كثيره متعلقه ما بين وزاره واخرى، خدت بال حضرتك، فكان لازم في تدخل اعلى لحل هذه المشاكل. واعتقد اللجنه دي من الاليات المهمه انها هتساعد على حل مشاكل الاستثمار اللي كانت احد اللي بسموه ايه النقاط السلبيه في مناخ الاستثمار الفتره اللي فاتت. في الفتره اللي فاتت برضو من ناحيه ثانيه حصل تعديلات كثيره او صدور قوانين كثيره متعلقه بمناخ الاستثمار عشان نحسن مناخ الاستثمار. مع الاشادات الدوليه، مع كل الكلام ده، خدت بال حضرتك النهارده بقى عندي قدره ان اطلع اتكلم مع مستثمرين ان انا عندي ارض على ارض صلبه، ان انا عندي وضع اقتصادي احسن. تمام، لما بنتكلم عن الاقتصاد بينزل في المرحله دي، انا مع كل المستثمرين بيعملوا حاجه اسمها ويت اند سي، يعني بنستنى لغايه ما نشوف الدنيا رايحه فين. لما لغايه ما ننزل تحت ويبدا الاقتصاد يتعافى ويطلع تاني، تبدا هنا نقطه ايه اللي بيسموه عليه احسن منطقه، احسن وقت للاستثمار. فده التوقيت انه الاقتصاد بيتعافى والفرص بقت فيه متاحه اكثر، وفي احتياجات اكثر في السوق المحلي للاستثمارات في كذا مجال. أوكي. والفتره الجايه عندي قطاع التعدين من احد القطاعات اللي هيكون عليه التركيز في الفتره الجايه. قطاع التعدين. التعدين، لان أكيد. النهارده حاليا بيشتغلوا على اللائحه التعدينيه لقانون التعدين وقربت تطلع خلاص. ده انا شايفه من القطاعات المهمه الفتره الجايه لجنب القطاع الصناعي واللوجيستي الخدمي، خدت بال حضرتك، وقطاع التكنولوجيا الماليه. مصر بتستهدف يا دكتور انه تكون ضمن اقوى 30 اقتصاد في العالم بحلول 2030، هل بتتصور انه الخطوات المتخذه حاليا تضمن تحقيقنا لهذا الهدف؟ بصي، لو بصينا مثلا لترتيب مصر، هاخد ترتيب مصر في حته معينه وهرجع للنقطه دي. احنا في تقرير بيئه مؤسسه الاعمال في 2005 كنا 165 العالم، ونزلنا ل 126، فاتحركنا 39 مركز. هتكلم بس على حته التاسيس، مؤشر بتاع بدء النشاط، تاسيس الشركات. كنت 126 وصلتي ل 18. مفيش حاجه صعبه، بس لما اعطيتي هدف ودرستي ازاي توصلي للهدف ده. بس المهم تكون الشركات عامله، لانه البعض بيقول انه لا، احنا ما بتكلمش على رقم الشركات، ليس مهم، مش رقم الشركات، بتكلم على اجراءات تاسيس قوي. الشركات يعني انت ما اتكلمتي على ايه بيئه، بتكلم على سهوله الدخول سواء بدنا نشاط ليها دخول السوق. دخول السوق في حد ذاته انت كنت 126 العالم. اوكي، وصلتي 18، فكان في تارجت. موضوع التجاره عبر الحدود، عندك مؤشر التجاره، سواء استيراد وتصدير، اجراءات الاستيراد والتصدير، كنت مثلا حاجه و80 ووصلتي في يوم من الايام 2021. فالتارجت لما يتحط ويتحط له الميكانيزم والادوات اللازمه عشان تحققي له وتروحي له هتوصلي له. فمش بعيد النهارده لما استهدف حاجه اسمها ابقى من اقوى 30 اقتصاد عالميا، واصلا كل المؤشرات والتقارير الدوليه بتقول لك انت اصلا قبل 30 قبل 2030 هتبقي من اقوى الاقتصادات التوب 10 في 2024. فنتيجه ان انت عندك تحرك كبير في الاقتصاد المصري، في تحسينات كتير قوي، في بوتنشال عالي في الاقتصاد المصري في الفتره الجايه، الركز ابو الحريق على الاستدامه في الاخر، ان تداري سستين الاهداف التحرك بتاعك تجاه الاهداف اللي انت عايز تسعى لها. ممتاز. طبعا احنا قربنا على نهاية رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، سيتم تسليم الرئاسة في يعني الأسابيع المقبلة. كيف تقيم فترة وجودنا في هذا المنصب المهم؟ إلى أي مدى استطعنا الترويج لإفريقيا ولمصر بشكل جيد على المستويات العالمية المختلفة؟ خلينا أقول مثلا إحنا لو قلنا من يناير السنة اللي فاتت ليناير السنة دي، عدى سنة. في خلال السنة الرئيس تحرك في أكثر من اتجاه، شارك في عدة قمم،
مجموعة العشرين و و و واللي كان في اليابان، وبعد كده قمه الدول الصناعيه السبعه، وخدت بال حضرتك النهارده مؤتمر لندن للاستثمار في افريقيا. ففي كل تحرك دولي كان بيحط بيشيل هموم القاره على كتفه ويتحرك بيها، ويدعو لكل الشركاء في العالم سواء مؤسسات دوليه او دول او حكومات او صانعين سياسات انهم يهتموا بالقاره الافريقيه. فدايما كان بيحط الاحتياجات دي على قائمه الاولويات بتاعته، وكان دايما بيتكلم عن ان البنيه السياسيه في القاره الافريقيه محتاجه حوالي من 150 ل 200 مليار دولار استثمارات في عشان تحسين بيئه البنيه الاساسيه، ودي احد الحاجات المهمه. 130 مليار 150 سنويا، 150 200 مليار كان بيتكلم دايما، وقالها في مؤتمر الكوميسا في ديسمبر 2018 قال الكلام ده. القصه كلها لما قعد مع مؤسسات التمويل الدوليه ساعتها قال يا جماعه لو هتحطوا ايديكم في ايدي هنوصل للاهداف اللي احنا محتاجينها، هل انتم مستعدين تبداوا معايا الخطوه؟ فانا شايف انه الرئيس في الفتره اللي فاتت كان ناجح جدا في زيارته الخارجيه للترويج لمشاكل القاره الافريقيه وللترويج للاستثمار في القاره الافريقيه، لكن في سنه لوحدها مش كفايه زي ما بقول لحضرتك، بس ده الطبيعي يعني. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك الليله الدكتور ابراهيم مصطفى الخبير الاستثماري والاقتصادي. شكرا جدا. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل لنهايه مال واعمال، اشكركم جزيلا على المتابعه ونراكم دائما على كل خير. We'll be right back.